النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية. المناصير للزيوت والمحروقات. مجمع الملك الحسين للأعمال. أسعد الله أوقاتكم بكل خير متابعينا متابعي طقس العرب في الأردن، ورحب بكم في هذه النشرة الجوية الرئيسية التي سنتحدث فيها عن تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة خلال الساعات القادمة وأيضا خلال الأيام القادمة بإذن الله، حيث تتأثر المملكة بأجواء غير مستقرة خلال الفترة القادمة بإذن الله. نهار اليوم سادت أجواء غالبا غائمة إلى غائمة جزئيا بغيوم عالية ومتوسطة في عموم مناطق المملكة، أيضا درجة الحرارة كانت نوعا ما منخفضة، وساد طقس خريفي بارد نسبيا في عموم المناطق. المحاور الرئيسية التي سنستعرضها في هذه النشرة هي أجواء غير مستقرة متوقعة خلال الفترة القادمة، وبالتالي فرصة لزخات من الأمطار في عموم المناطق وانخفاض ملموس على درجات الحرارة. كالعادة نبدأ نشرتنا بصور الأقمار الصناعية الملتقطة خلال ساعات صباح اليوم، والتي توضح انتشار لكميات من الغيوم العالية والمتوسطة قادمة من الأراضي المصرية باتجاه منطقة بلاد الشام، هي التي عملت على جعل الأجواء غالبا غائمة وغائمة جزئيا خلال ساعات نهار اليوم. أذهب الآن وإياكم إلى خرائط توزيع الأمطار خلال الفترة القادمة، تحديدا من يوم الأربعاء وحتى يوم الجمعة بإذن الله، حيث تقترب كتلة هوائية باردة من المملكة قادمة من شرق البحر الأبيض المتوسط، يتوقع أن تصل إلى المملكة اعتبارا من ساعات مساء يوم الأربعاء، وبالتالي خلال ساعات مساء يوم الأربعاء تبدأ فرص هطول زخات الأمطار في المنطقة الشمالية والوسطى من المملكة، على أن تنتقل هذه الفرصة لتشمل أجزاء من المنطقة الشرقية وأجزاء من المنطقة الجنوبية خلال ساعات ليل الأربعاء على الخميس. لكن اعتبارا من يوم الخميس مركز الكتلة الهوائية الباردة يبدأ بعبور أجواء المملكة، وبالتالي تنخفض درجات الحرارة بشكل إضافي، وتبقى فرص هطول زخات الأمطار في عموم مناطق المملكة خلال ساعات يوم الخميس. لكن اعتبارا من يوم الجمعة يعود الضغط الجوي للارتفاع، وتبتعد هذه الكتلة الهوائية الباردة من المملكة، وبالتالي تتراجع فرص هطول زخات الأمطار في عموم المناطق، لكن تكون هناك فرصة ضعيفة لهطول بعض زخات الأمطار خلال ساعات صباح يوم الجمعة بإذن الله. ننتقل الآن وإياكم إلى خرائط توزيع درجات الحرارة في طبقات الجو المتوسطة خلال الفترة القادمة، تحديدا خلال يوم أيام الأربعاء وحتى يوم الجمعة، حيث تندفع كتلة هوائية باردة من شرق البحر الأبيض المتوسط باتجاه المملكة، وبالتالي تنخفض درجات الحرارة اعتبارا من ساعات مساء يوم الأربعاء. لكن اعتبارا من ساعات من يوم الخميس مركز هذه الكتلة الهوائية الباردة يبدأ بعبور أجواء بلاد الشام، وبالتالي تنخفض درجات الحرارة بشكل كبير وملموس يوم الخميس مقارنة بيوم الأربعاء، وبالتالي يسود طقس بارد في عموم المناطق يستدعي لبس ملابس أكثر دفئاً وأيضا ملابس شتوية، مع استمرار لفرص زخات الأمطار في عموم مناطق المملكة وأيضا تشكل الضباب في المناطق الجبلية العالية. أنتقل الآن وإياكم إلى العاصمة عمان وتوقعات الجوية لهذه الليلة، حيث يسود طقس غالبا غائم مع طقس بارد 12 درجة مئوية فقط، أما الملموس 11 درجة مئوية. الرطوبة نوعا ما عالية 67%، أما الرياح تكون شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة لمعتدلة السرعة. أما بالنسبة للثلاث أيام القادمة بإذن الله، يوم الأربعاء كما ذكرنا أجواء غير مستقرة وباردة، زخات من الأمطار متوقعة خلال ساعات المساء 18 درجة مئوية فقط، أما الصغرى 11. يوم الخميس انخفاض ملموس وكبير على درجات الحرارة 12 درجة مئوية فقط، مع استمرار لفرص زخات من الأمطار وتشكل الضباب في المناطق الجبلية العالية. تستمر فرص الأمطار أيضا ليلا مع 10 درجات مئوية فقط، لكن اعتبارا من يوم الجمعة تعود الأجواء للاستقرار، ترتفع قليلا درجات الحرارة، لكن يبقى الطقس بارد نسبيا في عموم مناطق المملكة مع طقس غائم جزئيا، أما الصغرى تسجل 12 درجة مئوية فقط. بهذا ننهي نشرتنا، إلى اللقاء.